لازم تظبط الناس مع كلمة والدنا المهندس والد أبونا شهيد المهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا جينا هنا بندافع عن حريتنا وعن اختياراتنا وعن إرادة شعب، شعب كامل عاوز يتحرر، عاوز نعيش، عاوزين نعيش زي بقية شعوب العالم. أوروبا تقدمت لأن إرادتهم كانت في شعوبهم، ما كانتش في جيوش. والدولة المدنية الإرادة الشعبية هي اللي بتبني الأمم. العسكرة ما بتبنيش أمم، ما بتبنيش حضارات. واحنا هنا بندافع عن حريتنا وعن كرامتنا وعن أصواتنا اللي احنا حطيناها في الصناديق واخترنا بيها قادتنا واخترنا بيها دستورنا. لماذا المهندسين بالأخص اللي طلعوا عملوا عملوا حركة النهارده؟ أنا شايف إن هي عمل حركة مهندسين من أجل ضد لا، هو مش المهندسين بس، كل فئات المجتمع. في تجاريين ضد الانقلاب، في محامين ضد الانقلاب، في صحفيين ضد الانقلاب. احنا فئة من فئات الشعب. احنا كمهندسين جينا نثبت موقفنا ان احنا ضد الانقلاب. احنا طائفة من طوائف الشعب، واحنا بنمثل جزء من هذا الشعب وبنعبر عن رأينا. تقول الآن وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم